سنوات طويلة جدا. يتحدث فيه عن الأديان السماوية الثلاث، يحاول يقارن بيناتها بطريقة مبسطة. وفي إطار بيانه للوسطية بتاع الإسلام، يتحدث على أنه المسيحية قائمة على تسامح كبير جدا، ويذكر مثال معروف: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ويذكر أنه اليهودية قائمة على تشدد كبير، ويذكر: من كسر لك سنا فاكسر له فكا. ويذكر أن الإسلام قائم على وسطية: العين بالعين والسن بالسن. في وقت من الأوقات ظهرت لي المقولة هذه والقراءة هذه صحيحة، لكن فيما بعد كيف نرجع للقرآن ونرجع له في دقته، نتذكروا قاعدة أخرى، قاعدة لغوية تقول أن الإنسان مش ممكن يفهم جملة إلا ما تكمل. هذا معروف، وأشهر مثال على هذا: ويل للمصلين. قل لك فلان وقف في ويل للمصلين ونسيبش يكمل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نفس الشيء فيما يخص مسألة العين بالعين والسن بالسن. إذا كان نرجع للسياق اللي وردت فيه العبارة هذه في النص القرآني، نلقاو الله عز وجل يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. احنا ننسوا هذه بقية الكلام: فمن تصدق به فهو كفارة له. ويمشي اغلب المفسرين ان الضمير يرجع على الشخص اللي ارتكبت عليه الخطأ، اللي ارتكب عليه الذنب، الشخص اللي وقعت الإساءة ليه. لا، الشخص اللي وقعت الإساءة ليه يمكن يتصدق بالإساءة هذه وما يرجحهاش بإساءة مثلها، وفي ذلك كفارة ليه من الذنوب عند الله عز وجل. نفس الشيء تقريبا نلقاه في مقام آخر، في سياق آخر، يقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. صدق الله العظيم. إذا سيئة صحيح ممكن تقابلها بالسيئة، لكن ما نقفش غادي، نكمل بقية الكلام: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني اللي يعفو واللي يصلح يأخذ من عند الله أجر أكبر من اللي يرد على السيئة بالسيئة. ومن هنا تجمو تفهموا أن القيمة اللي نحبوا نحكيوا عليها اليوم هي قيمة مقابلة الإساءة بالأحسان. يعني أنه شخص يمكن يسيء لك، يمكن يشتمك، يمكن يسلبك، يمكن يقفك، ومع ذلك أنت تكون معه حليم، وأكثر من هكا نجم تعاونه وتسانده وتساعده. نوضحوا الأمور. طبعا القيمة هذه نحكيه عليها في إطار العلاقات الفردية، في مجال الحقوق الفردية مش في مجال الحقوق الجماعية، لأنه في مجال الحقوق الجماعية في المجتمعات الإسلامية ثم قوانين، وحتى في غيرها من المجتمعات طبعا، لكن احنا نتحدث عن المجتمعات الإسلامية، ثم قانون ثم قصاص هو اللي مكننا من الحياة ومن التعامل البشري. لكن في مجال الحقوق الفردية يمكن للإنسان أن يقابل الإساءة بالمعروف، طبعا فيها الثواب اللي ممكن يناله من الله عز وجل، وأكثر من هكذا. فإنه في مقابلة السيئة بالحسنة، أو في التغاضي عن السيئة، أو في العفو عنها، أو في نسيانها، ثم أبعاد كثيرة. أولها أنك تساعد الشخص اللي يقوم بالسيئة، تعاونه هو. لأنه نتصوروا إذا كان كل واحد يقوم بحاجة خايبة سيئة، الشخص هو اللي مقابله باش يعمل سيئة ويرد الفعل، ثم تتكرر المسألة، ندخلوا في دوامة، ندخلوا في حلقة مفرغة من السيئة في مقابل السيئة. هو يشتم أنا نشتم، هو يشتم أنا نشتم، إلى آخره، وما تمش قطع أكل الحلقة المفرغة. فالمخطئ نفسه، الجاني نفسه، لما ما تجاوبوش، لما تسكت عليه بشكل من الأشكال، أنت تدفع إلى أنه يراجع نفسه، يقول ربما أنا أخطأت. هذا جانب. وفي الجانب هذا ما ننساوش مثلا أشهر مثال في العصر الحديث هو غاندي، وسلوك غاندي مع الاستعمار، اللي بمراجعته للسيئة بالحسنة، وعلى الأقل عدم رد الفعل بطريقة العنف، وصل النتائج إيجابية. لكن عدم معاملة السيئة بالمثل عندها نتائج إيجابية حتى بالنسبة للشخص نفسه اللي يعمل الحسنة، لأنه في نهاية الأمر كيف ما يرجعش السيئة إيش معناه؟ معناه أولا أنه كان واعي بأمر أساسي، أنه هو أيضا بشر
هو أيضا خطأ، هو أيضا يجب يغلط ويجب يعمل سيئة أخرى مع ناس أخرين، سواء كان قاصد وإلا غير قاصد. وهنا يرجع نثبت البشرية، ما عادش يحكم على الآخر. نتذكروا سيدنا عيسى وقت اللي رأى جماعة اللي يجري في جرة المرأة اللي اتهموها بالزنا ويرموا فيها بالحجر، قال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. يا أخي الحجر الكل تحت من يدين، لأنه ما ثم حتى حد من غير خطأ على الأقل. ونفس الشيء نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاء الراجل اللي قالوا شفت اثنين يزناوا، قال الرسول هلا سترتهما بردائك. إذا في مقابلة السيئة بالإحسان يتذكر الإنسان أنه هو أيضا يجب يخطئ، أنه هو أيضا نسبي، ومن جهة أخرى يطمع في عفو الله تعالى إذ يترفع. وهذاك علاش نلقاه بصفة مباشرة تأكيدا للقيمة هذه قول الله تعالى في القرآن الحكيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.